السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة. وزير العمل وزعنا رواتب الحماية الاجتماعية على 1,300,000 من مستحقيها. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان عن توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية إلى 1,300,000 شخص من المستحقين، فيما أشار إلى إلزام أرباب العمل بدفع مستحقات العمال خلال فترة حظر التجول. وقال عبد الزمان في برنامج تلفزيوني أن هنالك 300,000 أسرة متعففة كانوا يتقاضون رواتبهم من الوزارة قبل الوباء العالمي، مبينا أنه تم توزيع رواتب شبكة الحماية قبل 12 يوما إلى 1,300,000 شخص من المستحقين. وأضاف أن المبالغ المخصصة لا تلبي الحاجة، وأن الوزارة تبحث عن خطط بديلة لمنح مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية لمن هم خارج خط الفقر، مشيرا إلى أن خط الفقر لم يعد مقبولا في المعيار الدولي، وأن كثيرا من الدول تخلت عن اعتماده. وتابع الربيعي: لقد ألزمنا أرباب العمل بتسليم العمال مستحقاتهم خلال فترة حظر التجول، وتم تزويد العمال بأرقام هواتف للإبلاغ عن أرباب العمل الذين يمتنعون عن دفع مستحقاتهم، مؤكدا في ذات الوقت تأجيل وزارة العمل استلام مبالغ القروض التي سلمتها لأصحاب المشاريع الصغيرة. وأكد الوزير أن الوزارة تسلم حاليا رواتب ل 100,000 من المعينين المعاقين، فيما وعد المعاقين بتسليم استحقاقاتهم المالية في وقت قريب. ووضح الربيعي أن وزارة العمل شملت أصحاب العمل غير المنتظم بمنحة 30,000 دينار، وأن وزارته أطلقت مبادرة 1,000,000 سلة غذائية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية والمصارف، لافتا إلى أن التبرعات لا تحدد بمؤسسة حكومية واحدة، لكن بعض التبرعات تأتي لوزارة العمل لمساعدة المحتاجين. واستطرد قائلا: يوجد في العراق 10,000,000 فقير، وأن وزارة العمل عانت صعوبات من أجل توفير مبلغ 30,000 دينار للمحتاجين بسبب عدم وجود قانون لمناقلة الأموال وعدم إقرار الموازنة العامة، مبينا أنه تم حتى الآن ملء استمارة 2,000,000 أسرة للحصول على منحة الوزارة، وأن المنحة اعتمدت على مناقلة الأموال داخل الوزارة، إضافة إلى تبرعات رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة وشخصيات أخرى براتبهم لشهر نيسان لتغطية حاجات المتعففين. وأشار الربيعي إلى أن خلية الأزمة أبدت استعدادها في تغطية القانونية لقرارات وزارة العمل بمساعدة المحتاجين بهذه المرحلة، فيما وضعت وزارة العمل جداول وخطة لشمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية.